السلام عمي مختار. السلام عليكم. هذه هي الدردره اللي قلت لك اللي يعمل الموتور هذه. كل صباح يعمل هكذا. أول مشكل جزاك الله وخلنا خيرا يا عمي مختار. هذا هو الدخان اللي يطلق كل صباح، كل مرة السيارة كانت باردة تعمل هذا. جزاك الله عنا خيرا يا عم مختار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خونا عبد الواحد هذا يبعث لنا الموتور هذايا 1.6 ار جي، يعني يقول انه هو يعني المحرك وقت يبدا بارد يعمل في الصوت هذايا ويخرج دخان. يعني حسب اعتقادي انا، يعني حسب خبرتي، الموتور يعني لزان السير ضمه مسخين شويه، واظني رجال الفيرم تاع الديرانتي عنده يعني بدات تتعب. في نفس الوقت يكون عنده مشكله تاع الترموستات والمانوم تاع الترموستات، لان ممكن الحساس نتاع الحراره مش قاعد يقرا في الحراره صحيح، مش يعطيها الكارتة. ولهذا ننصح خويا عبد الواحد نصب لها الماده هذيك تراتمون غازوال، ويغير لها الترموستات وحساس الحراره واللي هو الكابتير نتاع الحراره او المانوم نتاع التمبيراتير، كابتير التمبيراتير او مانوم التمبيراتير، ويجرب. ومن الافضل يعني قبل كل حاجه هذه يعمل سكانير، يعمل دياغنوستيك باش يشوف الموضوع هذا شنو، اذا كان ينجم يكون افضل عند فورد ولا عند بوش، لان الاثنين هذوما اللي ينجم. اما ميزون فورد ولا ميزون بوش، هذوما الاثنين ينجموا يعطوك الحاله الصحيحه نتاع الخضه هذه، لان اشك انها تكون فيها رجالات درونتي والا الحساس نتاع او المانو نتاع التمبيراتير مش قاعد يقرا صحيح ويعطي الكارتة معلومات صحيحه. ان شاء الله تكون الافاده نتاعي صحيحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.